واتساب لا فامي، كلشي بخير، لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ واش راكم مبروكه رمضان مبارك سعيد؟ كيف غادي مع رمضان، مع الايامات الاولى في رمضان؟ توحشتكم بزاف. واليوم غادي نمشيو كاملين، مشيو معايا لمرجان باش غنتقدى الهوفر بورد. سو غادي نتاحو كاملين باش نمشيو لمرجان، نتسنى طونسبور، نتسنى طاكسي، نتلاقاو في مرجان. باي. لا فامي، انا دابا عاد وصلت لانسكان، سو غادي نجي للمرجان ديال انسكان نشوف واش كاينه فيه الهوفر بورد، واخا ما كنظنش بلي غنلقاها فيه، حيت اللي في بالي انا هو كاين في مرجان ديال اكادير، مي هذا قريب غادي نشوفو نضربو طنيله، لقيناه هو هذا، ما لقيناهش غادي نتلاحو للمرجان ديال اكادير، سو غادي ندخلو باش نشوفو واش كاينه الهوفر بورد ولا الساك هذا، خاصو يتحط في شي قد. كنا في الداخل، واحد خونا قال لي انت غادي تصور، كنا من لا سيكوريتي قال لي انت غادي تصور في الداخل ديال المرجان، واخا ما عرفت علاش، يعني ماشي شي حاجه ما فهمتش انايا، ولكن ماشي مشكل، هو كيدير خدمته، يعني ما غاديش نزيدو عليه. في نفس الوقت سولتو قلت ليه واش تقدر نلقى الهوفر بورد هنايا في سميتو زعما مرجان تاع عين سكان، قال لي لا، اللي تقدر تلقاها في اكادير، واكادير كاينه فيها، ماشي تقدر تلقاها فيها، مرجان ديال اكادير كاينه فيه. سو غادي نتلاحو المرجان ديال اكادير دابا باش نشوفو الهوفر بورد. باي. واتساب لا فامي، حنا دابا وصلنا مرجان ديال اكادير، هو فين لا هو؟ سو غادي نمشيو نشوفو التويشيه واش كاينه، هي كاينه، مي غنشوفو الثمن ديالها، نشوفو البري واش كاين شي سولد ولا لا، حيت نورمالمون هما البري ديالهم ما بين 4000 درهم حتى 15000 درهم كاع، مي غنشوفو حنا شي وحده زوينه بثمن مناسب، وما عرفتهمش واش غادي يخليونا حتى هما نصبرو ولا غايقولو لي هذيك القضيه ديال انتيردي، واخا ما فهمتش علاش انتيردي، واش هاد شويه ديال اللحيه اللي شافوه خلعوا ولا ما عرفت شنو. سو نتلاقاو في الداخل، حنا دابا في الداخل ديال المرجان، مي دابا انا جاي عند لي جوي هنايا وكنقلب على الهوفر بورد، هي نورمالمون ما غاديش تكون في هنايا، ما غاديش تكون في عند لي جوي حيت هي ماشي لعبه، سو غادي نقلبوا على شي كوان شي كولوار اخر فاش غتكون، ما كنظنش واش غتكون هنايا حيت هي ماشي لعبه، هي راه سكوتر الكتريك. او نمشيو نقلبوا. سو حنا لقينا الهوفر بورد في واحد لابوتيك هنايا، واحد المحل تجاري، غادي ندخلو ليه دابا نشوفوها بعدا شحال دايره، حنا غير بانت ليا من بعيد مازال ما وصلتها. سو هي الهوفر بورد غادي ندخلو نتقداوها دابا، الدري ديالها 600 درهم. او ما عرفتش هاد بان ليكم، ها هي 3600 درهم. غندخلو نتقداو الهوفر بورد دابا في المحل ونخرجو نجربوها في البارك نشوفو كي دايره. سو انا تقطيت الهوفر بورد، دابا غادي نخرج من مرجان باش نمشيو نجربوها في الباركينغ اللي كاين هنايا. ها هي الهوفر بورد تترات. سو غادي نمشيو نجربوها في شي كوان هنايا خاوي، باش صراحه ما كنعرفش ليها باش ما نزعدش عليكم ونطلقها عليكم، اول مره غادي نجربها وغادي نجيب الربحه، شحال من ربحه غادي نجيبها وشحال من طيحه. سو غادي نمشيو لشي كوان ما فيهاش الناس باش ما يضحكوش علينا، واخا عارفكم انتم غتشبعوا عليا الضحك، وغنطيح وغنعاود نطيح، ماشي مشكل، هانيه. غنمشيو لشي كوان دابا نريحو فيه باش نحلو هذا الصندوق العجيب. حنا دابا غادي نحلو لكم البوكس ديال الهوفر بورد، شوفوها كاملين كي دايره، نحلوها بشويه بشويه نتعرفوا عليها. سو هذا الشارجور، الكابل ديال الشارجور، هذا كاتالوج، هذا الكونتاكت، شوف والله صديق وثقيله، هاي يا 12 كيلو، هاي الاوفر بورد، هي ثقيله 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 ديال بصح، كتشعلوا واحد البارتيه هنايا، صافي سمعتوها؟
هنجرب. انا دابا على الاوفر بورد. والله العظيم الى اول مره نجربها ما كنعرفش ليها، واخا هكاك صدقات وما عرفت كيفاش هو هكاك ما نحكمش مزيان. كان كاين صحابي بلي اول مره غادي نركب عليها غادي نطيح ساعه، واخا هكاك صدقات. صراحة عجبتني والله إذا عجبتني بالله، دابا غنولي نفلوكي بها ديما فيما غنولي نفلوكي ما نتمشاش على رجليا، غنولي لك الأوفر بارت الأوفر بارت الأوفر بارت. سو نمشيو لشي كوان آخر وغنهز الكاميرا وغنمشي نتسلك، نمشي نسكركم نسكلكم بالأوفر بارت. كيسير لي خدمتو راني نتلاحو انا وياه هو الطاكسي الاوفر بورد كي كتشارجا نورمالمون ما خاصنيش نركبها تتشارجا مزيان تقبل انا ويا انا بداك العيش بداك فهمتي حب الاستطلاع بغيت نركبها نجربها جربتها ولا بحثي داك تشارجا عندو واستغليت الوقت خريت كاتالوج ديال الاوفر بورد. كاين شي حوايج مهمين بحال اصلا هي صحاب 16 عام من الفوق يعني راه ماشي ديال الدراري الصغار ما كنصحوش بها الدراري الصغار الناس اللي كبار بعقلهم واخا هكاك خاصهم يديروا يعني لي بروتيج ديالهم والكاسك باش ما يتاذوش ساليتي منها ما ديرهاش تشارجا في البلاصه حيت الباتري كيكون سخون خليها حتى يبرد الباتري وعاد ديرها تشارجا الا كانت طافيه ما تركبش فوق منها كتشعل فيها العافيه في البلاصه كتهز 100 كيلو يعني ماكسيموم 100 كيلو انا اصلا ما كنظنش واش وصلت حتى 60 كيلو كرهنا فعاني 15 كيلومتر في الساعه كتدي حتى 5 السوايع في الشارج كتشارجا ما بين ساعه ونص حتى ساعتين. حاجه واحده اخرى الهوفر بورد ما عمرك تشريها من دوك اللي كيبيعوا في الزنقه ولا من دوك الافارقه اللي كيكونوا جايبين داكشي من برا ولا تشريها من المارشي ما عمرك تشريها من المحلات بحال هكا في مرجان ولا في المحلات كيف ما كان مهم ضروري تشريها بغارانتي ديالها نورمالمون هي كتكون فيها غارانتي ديال عام ولا عامين ضروري غارانتي كي تاعن شي حد واخا يكون محل معروف وما يعطيك وما يعطيكش معاها الغارونتي ديالها ما تشريهاش عمرك تشري الاوفر بورد بون اوكازيون كيكون شي خيط مقطع ويكون كل ملقم في الداخل وما غاديش تشوفو اون فوا ديرها تشارجا ديرها في الدار ولا شي حاجه تقدر تعليك فيها العافيه دونك ما كنصحكمش تشريوها بون اوكازيون تشريوها جديده في الغارونتي ديالها في شي محل معروف بحال هكا. سو ها هي الورقه ديال الغارونتي اللي عطاوني انايا اللي شريتها عندهم فيها عام ديال الغارونتي وكاشي ديال البوتيك لادات فاش شريتها البري 3600 درهم لي زوبسيون اللي فيها بلوتوث يعني كتلقى المزيكا من البورتابل وكتسمعها في الاوفر بورد حتى ما كان دونك غارونتي ضروري وهاد الورقه الا كانت عندكم خبيوها. هادشي اللي كاين هادو هما الحوايج اللي مهمين خصكم تعرفوهم اي واحد باغي يشري الاوفر بورد وهي صراحه دايرين لهم السولد هنايا كيدير ما بين 4000 درهم حتى 5000 درهم وكاينين يعني ب 15000 درهم يعني داكشي كلها حاجه لي زوبسيون اللي فيها. دونك هادي ديال الناس اللي الا باغي تعلم ما كنصحكش تشري شي وحده غاليه حيت ضروري غطيح بها فهمتي تقدر ما تكرفص مزيان ضروري ما تكرفص الاوفر بورد دونك ما بلا ما تشري شي وحده غاليه شري ارخص وحده تتعلم فيها تعرف يعني كيفاش تشد ليكيليبر ديالك ديك الساعه شغلك هذاك شري اللي غالي شري اللي عجبك. هذا ما كان انا نتسنى مباراه تيسير اللي خدمته مباراه خدام فيها
سوق ما بيبيع المكياج. سوا هو المكياج كيبيع شتو هو مبارك كان في مرجان كيبيع المكياج في رمضان. هذا مكان كما كتشوفوا انا سوق كاينه فيها 15 كيلو اللي فيها الجو ماشي حتى يتقلب الجو بوحدو دغيا. مبارك مسكين اللي كنتسنى حتى الستة مسكين. هذا شنو صدق هاز السكريطينا ديال الاوفر بورد خاوية هي خاوية وكيمثل علينا زعما راه ثقيلة فيها غير الفرشي. الله يعطينا وجهك اودي ونعم الصديق خليني هاز ثقل هنايا بوحدي والكاميرا زعما مابقيتش فين كنصور هانيا ماشي مشكل. عندك تقول لي تجي عندي تقول لي دورها ولا خليني نمشي نسافر بها ولا نمشيو للدار نفطرو نفوق غنسالي هنايا حيت صراحة الأوفر بورد ثقيلة بزاف والله غادي ما غاديش نقدر نصور ونهزها فيها 15 كيلو ثقيلة وما عندكاش الكاميرا حتى هي ثقيلة. دونك غنسالي الفلوق هنايا غنقول لكم حتى الفلوق واحد آخر إن شاء الله. عواشركم مبروكة رمضان مبارك سعيد بصحة فطوركم صوم علم ولا الناس.